كوكو، اهلا وسهلا. السلام عليكم الزملاء ديالي، صافا كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. شوفوا البنات، ما تديوش على كمارتي، حالتي والله راه عرفتي واقفه غير بالسيف وصافي، دايره فيا داك الجهد ديال تحفيز اختي ديال الجهد وديال هذه الخدمه، وهذا واقفه غير بالسيف وصافي، و شويه ديال التشجيع ديالكم حتى هو والله العظيم. المهم يد لكم، اجي عزيز محط يدك، يدي عليك نحط لا غير هكا خليك، والله مقاده تعيا. قلت لكم لا لا، بديت لكم لا فيديو انا في المحل ان شاء الله باذن الله، مازال ما غنسميش هاد البنات سونتر دابا لحد الان، باقي غير محل. راه حنا نعاون، راه هو انس. صافي سير بحالك. قلت لكم على لا حنا نرى معاهم فوق هي وانس وداك الشيء، كيوريهم شنو خصهم يديروا داك الروينه الفوق. انا ما قدرتش نطلع الصراحه في السلوم، هما اللي طلعوا حيت الدروج هانتوما شوفوا البنات. هانتوما هذوك الدروج اللي كانوا هنايا صافي كلشي زال، بقاو جوج درجات قاصحين خلاو هما التاليين. هاد الدروج كلهم اللي كانوا هنايا صافي زولتهم، حتى هاد الحمام غادي نزولو من هنا، ما نخليش، غنبدلو بيان سيغ البلاصه ديالو. شفتو غادي نبدلو الطواليت البلاصه ديالها، وهاد البلاصه هادي بيان سيغ اللي كانت فيها هنايا الخوا ديال الدروج غادي نكملوها بالصدار. عاد مشينا جبنا هاد السلعه عاوتاني هاد الصباح، السلعه الاخرى كلها جبناها هي عندنا هنا، انا غنوريها لكم. ولكن هاد الوردي وال هذا البنات، هذا اللي طويل، هذا اللي طويل ما كري، هذا هادو اللي جايين طويل ولي كري. داكوغ، واخا داكوغ. قلت لكم سميتو الوردي والطوب وداك الشيء، عاد مشينا جبناه اليوم باش يديروا هنايا الضاله كيف ما كيبان لكم. لكم لهاد الجهه باش تشوفوا من الاحسن. هانتوما هيا زنوبه، هانتوما شتي، هانتوما صافي. عرفتي دابا اون فوا مني غادي يساليو، اون فوا مني غادي يساليو هادي، غادي نرتاح انا براسي البنات، لان صافي اون فوا مني غادي تسالى هادي وتقاد تسقف، اي بداو صافي في القسم الفوق، اي بداو في القسم ديال الحمام. هادي هي اللي هازي اللحنية الكبيرة. أنس أنس، هذا راه بلافون، هذا أنا يسحب لي وراه مزيان، مزيانة لي أنا، مزيانة لي على حساب الضو. وهاديك اللي الفوق واللي الفوق السقف، والله إلا بلافون. شنو تجيب؟ مسمار. شنو مسمار؟ خصهم مسمار والسلك. وي الا كانت شي حاجه خلصها بلا كارط وهني مخك، والله الا القبص. انا هاد القبص هذا كل خصو يتعاود بهاد القبص، هذا من هنا حتى لفات خصنا القباس عاود البس. المهم البنات هانتوما شتي، باش قلت لكم راسكم غيتصفر الا جبتكم معايا هنايا في الموار دوخو ديال بصح. المهم انا كيف ما كتشوفوا داك الشيء ياكم، هانتوما هاد الشيء كله خاصو عاد يتجمع، عاد هاد الشيء كله خاصو يتجمع، لان غادي يجي ملحم اليوم. وهانتوما هنايا عاود شوف، هانتوما شفتو هنايا هاد الشيء جاو حطوه هنايا، راه بوربور الرمله والكياس و الياجور.
المهم الدنيا شوفي هذا اللي لتحت راه ماشي سقف بلافون القبض وهذاك اللي فوق اللي ما نعرف ياكي على حساب لي باف وداكشي اللي غادي يتغرسوا عندهم كيف يديروا لتحت ولكن الفوق اللي مشكله رايح انا ما مدفونينش هادو نشوف لا تا هادو خارجين لا هذا بلافون راني شفتوه مهرس مهم قلت لكم على لا هذاك البيرو اللي كان راه فين حليناه زولناه جا مول الالومنيوم زولو تنشوفوا فين غادي نحطوه ان شاء الله باذن الله على ما نقادوه ايوا ان شاء الله ما بقى شيء ما بقى شيء ان شاء الله حنا عاد في البدايه كنقولوا ما بقى شيء ولكن عرفتي علاش ما بقى شيء ما بقى شيء البدايه دابا لحد الان حنا مازالين ما بديناش لحد الان مازال ما بدينا حتى شي حاجه عاد غادي نبداو ان شاء الله باذن الله ولكن داكشي اللي غادي نبداوه غادي يكون الحمد لله يعني غادي تعطي لاطاك في الخدمه غادي يكون شويه ساهل على التهراس وعلى باش واحد كيقاد دوي دي باني راه روينه عرفتي داك الدوش حقسو فيهم يا البنات مع مصوبين بالكاياس المهم غادي تفهموا الكاياس راه ماشي ياجور شوكا كان ياجور غيضربوا جوج ضربات غتهرس تهرس الدرجه شوفوا باش مصوب شوفوا عرفتي هذا باش يتهرس راه مشكله هانتوما هما غاديين وجبنا السودور مسكين زولنا داك راه الفوق ما كليش نوريه لكم هذاك اللي كان هنايا اللي كان هنايا الشباك بحال هذاك راه اللي داخل كاع مروه اول مره كتجي معايا للمحل ديالي عجبها عجبك مروه زوين ومن حنا غنخليو هاد السلوم هذا مالك مسطيه انا مبغيتش نطلع لا حنا ما غنخليوش هاد السلوم غادي نبنيو الدروج داك الساعه تبقاي طلعي وتهبطي كيف ما عجبك يا لاله سيري ما تخافيش هيا زين طالعه يلا حيدي حيدي اكسليري لا اريج لا انت غطيحي يا ماما غطيحي غطيحي انا راني في مرجان البنات انتوما دايره 39 درهم راه دابا المغرب ما بقى له والو يا اختي كاس افريقيا المهم هانتوما دايرين هادي دايرين لي بالون انا نقلب لكم تشوف زوينه هانتوما البنات دايرين طبيصلات كبار وصغار هادو دايرين 29 درهم هادو صغارين عليهم شويه دايرين 24 درهم ودايرين يا لاله هادو لي موشوار 21 درهم خلاص الكاسكيطات 39 درهم دايرين لي بالون حتى هما ديال المنتخب ها نتوما ديال الرايه المغربيه ها نتوما دايرين القليبات ودايرين حتى المفخخ عاديين دايرين لهم ما دايرينش الثمن توني طونيات حتى هما كاينين 79 درهم وهنايا دايرين الكيسان 59 درهم الطونيات ها نتوما ودايرين الزماره يا اختي لا هاي نشوف واش الزماره بعدا لا ماشي الزماره ماشي الزماره دايرين الرايه مغاربه سبوعه ورجاله ديروا ديروا النيه ينصرنا العالي تعالى شوفي فيا هلا 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 مغاربه سبوعه ورجاله ديروا ديروا النية ينصرنا العالي تعالى الحكاية بدات في مكسيكو ختموها في قطر
هادو راح قرو من ركو ما عرفوناش حنا خطر لا 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 هلا 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 ايوا دابا راه ما بداوش في مكسيكو وخت موها في قطر. المهم تبارك الله تزوق مزوقين تزوق مزوقين مرجا ما قدرتش نهز لكم لان كاينين الناس غاد نشدهم معايا وكره تاع نتوما تاع هادو 69 درهم. المهم انا راني جيت غير باش نتقدى شي حويجات ايوا بان لي هذا الشيء هي خدامه كتغني الهاتف جاتني السخفه شوفوا شنو شريت داناو كشحال سميتو داناب 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 داناو اوف تالي. المهم بنات ما تقاسمت معكم والو حيت كنت مزروبه مع حنان راه بقات في المحل ومع البنات وداك الشيء. ايوا المهم انا مشيت غير دغيا دغيا تقطيت داك الشيء اللي خاصني من مرجع معاك عندي هنايا شي شغل. خديت الجبن خديت لهم كوكيز خديت حليب خياج ماما تيات صافي صافي تيات صافي و صافي طواليت بركات ما نتليش هذاك السخفه الماء اريج من المدرسه هنايا خديت قزبر ومعدنوس والنعناع هذا ديال الماعن هنايا كاينه مطيشه لا لا شنو بغات خديت قريشلات وهنايا كاينين السكر صافي وهادو غير الابطال كيديهم معاهم المدرسه. سمعت بان بحال هادو البنات راهم خرجوا فيهم الحليب واش خرجوا واش مازال واش اشاعات ولكن شتهم انا مصورين ديال جوده خرجوا هكا فيهم حليب عرفتي هادوك واعرين صراحه الدراري الصغار يديو من المدرسه احسن من هاد التخربيق هذا. المهم هادو هما الحوايج البنات اللي صوروا كاس الديك ليهم لداخل ماشي مشكل نمشيو للدار نجيب واحد اخر. هادشي هادو هما الحاجات اللي صافي خديت ودابا ان شاء الله عاوتاني غادي نوليو نعاودو نطلعو نمشيو للمحل. يا اختي والبرد 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 مع كنكونوا لتحت كنكونوا سخانين كنطلعوا للفوق كيكون الجماد مع كنطلق الشوفاج لتحت كنكونوا هكا سخيخنين. ملي كنطلعوا لهنايا باش نعسوا صافي مع دابا صافي راه عرفتي التالي ديال الليل البنات ناعسين اريج ناعسه زين بومر وراه عيا الله يطلعوا باش ينعسوا حتى هما وانا خلاص ناعس انا وحنا كنا مجمعين كاسي كنهضروا كاسي كنبلانيو ما بغاتش تخرج خدامين كنديروا البلان للصالون وداكشي لان صافي ان شاء الله باذن الله غادي يبداو في القصيم وداكشي ايوا خدامين كنبلانيو للسونتر ان شاء الله باذن الله. ايوا يلاه عاد سالينا ايوا مهم صراحه اليوم عاوتاني شله حاجات قضيناهم بزاف الحاجات ماشي زعما شي حاجه اللي راها سهله كيبان داكشي ساهل الا جيت نقول لكم بالفم ساهل ولكن عرفتي راه باش كديري هادي وهادي والادارات وهذا وهذا والصخره فريمون كيدي شويه ديال الوقت المهم ولكن شحال من حاجه الحمد لله زولناها اليوم وصافي دابا بدينا ندخلوا في المعقول ديال خاصنا نكونوا اجور معاهم نكونوا النهار كله معاهم باش ما يكونش شي غلط تما ولا شي حاجه يعني جا الوقت اللي خص الواحد يقيل واقف في المحل
باش هكذا في القصيم وفي اي حاجه تكوني واقفه على شغالاتك وتشوفي القياسات وتشوفي داكشي ديال لي ديطاي باش ماشي عاوتاني كلشي عاود يترد من لا ما قلتش هكاك هتعاود هادي ولا هادي راكم عارفين. المهم اللي دايز من الاصلاحات ومن البني والمشاريع اللي هكاك خصك فيهم الاصلاحات وداكشي راه غايفهم شنو بغيت نقصد له. وبحكم التجربه اللي عندي راه ولات خصكم سبيسياليتي في هادشي اصافي من بعد خصني نولي طاشرون ندير طاشرون ندير مهندسه معماريه. ايوا مهم ان شاء الله يدير الله تاويل ديال الخير. المهم انا مور ما قضيت شغلاتي في الزنقه وداكشي صافي دخلنا للدار. فاش دخلنا شحال من حاجه قضيتها عاوتاني هنايا في الدار منهم غير التصبين كي خلاتها واحد المتتبعه خلات لي تعليقات لي انا بغيت غير نفهم داك التصبين منين كيخرج قالت لي اوف على الطي بغيت غير نفهم داك راه ما شوفوا كيقولوها في واحد المثله كيقولوا راه الجفنه برزقها الجفنه ديال حيت هادي كانوا كيعيطوا لها الجفنه ديال التصبين يعني ضروري من التصبين شتي يلا عاد تلقي ماكينه تزوليها تحطوا لك الحوايج سوغ بلاص ما تعرفيش منين نزلوا تنوضي تخملي تجمعي الحوايج عاوتاني تحطوها وما فوطات ديال الحمام ها وما هادي ها وما هادي كتحطي كتبدلي كتحطي كتبدلي خديديات ديال التوساده كتحطي المهم ما عندك كيما ديري وسورتو الحوايج ديال البرد يعني مي كتحطي دغيا داكشي كيعمر وخصك عاوتاني دوان بوحدو الكحل بوحدو البيض بوحدو ماشي كبحال حوايج ديال الصيف يعني حوايج الصيف اصلا ما كنكونوش لابسين بزاف يعني كتقاي شحال عاد كتلقي الماكينه وتامي كتلقيها راه كطلعيها للسطح نص ساعه هما ناشفين مقرملين. دابا لا دابا راكم عارفين الحوايج راه غير اون فوا مي كتجي تحطي بحال حنايا فاش دوشنا كاملين البارح راه ما نقولكمش عرفتي ماكينه مور ماكينه مور ماكينه ولكن الحمد لله تصبنوا وتنشروا وتطواها ورجعوا بليصتهم. الحوايج البويض حتى هما تصبنوا وتطوا غير مازال ما رجعوش بليصتهم ما كذبش عليكم وكانوا عندي داك جوج مطاط رقاقين حتى هما صبنتهم وزولتهم عليا وحتى هما راهم نشفوا. المهم اي حاجه كانت تحاول انها تطيح باش ما نخليهاش انها تغلب عليا كنزولها عليا. صافي جيت درت غير واحد شويه ديال الفول مشرمل حيت شريت واحد الفوتي حمق نقيته وداكشي درت غير شويه ديال الفول مشرمل زيت الفول بالزيت ودرنا شويه ديال السوسيس مقلي وكتعدنا تكتوكه من البارح وبقى لنا شويه ديال الكغاتان ديال لا بيوري من البارح البطاطا ودرنا كويز اتاي ودرنا كلشي في دقه واحده بحال كاسكروط وعشا وكلشي كلشي في دقه واحده وراكم عارفين كل نهار ورزقو كل نهار شنو غديري اليوم شنو غدير غدا شنو غدير داكشي كيتعاود الروتين كيطلع في الراس. المهم لا اله الا الله بزاف المرات كنبغي انني نتقاسم معكم لي كادو اللي كانت جابت لي صاحبتي وبزاف البنات اللي قالوا لي اسمع تنسيش انك تشاركي معنا لي كادو. مهم مع حكم انني ما كنتش كنصور لكم دونك ما كنتش حطيت لكم شنو كانت جابت لي وفي هاد الوقيته هاد اليومين هادي البارح مي صورت لكم ما كانش عندي كندير باش نوريكم. دابا قلت والله حتى غادي نخرج هاد الوقت ونصور البنات داكشي اللي كاين قبل ما اكيد ما غادي نمشي نرتاح الناس. المهم هذا ديجا راكم شفتوني بهذا الشال صراحه عجبوني لي كولور اللي فيه مزيون 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 عرفتي غزال وسخيخن ومعيش ملبسيه كيجي واعر مونطو باج ولا كحال ولا حمار ولا كري المهم باش معيش ملبسيه كيجي هائل كيجي هكا خطير. المهم شكرا ليها بزاف الله يعطيها الخير الله يكبر بها ولهلا اختها عليا ظريفه ونعم نعم المعرفه ونعم الصحبه والله لا هي ولا راجلها ولا وليداتها الله يكبر بهم هادشي اللي كاين. وبالنسبه جابت عاوتاني واحد دريره اولا شال تا هو غزال شوفوا هانتوما عرفتي كيحمق البنات وديال الحرير واعر 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 شوفوا عرفتي تيسطي حمق غزال عرفتي جاي ديال الحرير وهاكا فن عجبني عجبني بزاف واعر واعر ديري هاكا مع جليلبا ولا هذا مهم زيون. وهنايا كاينين تقيشرات نتوما فيهم هاكا ثلاثة ديال التقيشرات حتى لي كولوغ اللي فيهم زوينين. وبالنسبة للأروجة شوفو والإيفازي في الجنب يا ختي والإيفازي هانتوما عرفتي الصورة ديالو جاية فن واحد الإيفازي عرفتي مزيون
غير هذا راه كبير عليها واحد شويه، مازال ما غاديش تلبسو. نحاول انني نخليه حتى ان شاء الله حتى العام الجاي، لان ديجا لاطاي اللي فيه هنايا فيه 6 سنين. مهم مزيون وبين سخوخن سخيخن، كتعرفوا هاد لي دودون هادو. وبالنسبه هذا تاع هذا سخيخن البنات، شوف سخون سخون بحال بحال هي دوره داير. وبالنسبه لهذا خلاص المروه شتي كتحمق كتحمق وسخيخنه كيف ما قلت لكم. دابا نعطيها لهاد لبسها، بقى هذا الشيء هنايا ما ديت له، ما جبت له معها كنت مرونه وداك الشيء. وحتى هذا هكا سريول كيف ما كتشوفوا، هذا اللي كيجي هكذا ديال الجلد وكيجي واسع وفي نفس الوقت كيجي قصير ما كيجيش هابط حتى لتحت. وكاين حتى هذا ديال الزنوبه، حتى هذا كيتلبس نفس الشكل غير هذا ديال الصيف حيت الثوب ديالو نتوما كيف ما كتشوفوا السوق ديالو جاي بارد. هذا راه بحالو تقريبا، كان صيفطات مرت خويا وخويا فاش كان جا كان جاب لهم لي زونسومبل بحال هادو سريولات فنين، غير هما جايين جاي التوب ديالهم ديال الجين، داك الجين اللي كيكون هكذا خفيف بحال هكا، ولكن نفس الفصاله نفس كلشي، وكيجيو في اللبس هكا كيديروا والله الا فنين. وكاين هاد السريول هذا ديال الكاتمه هو مزيون، كيجي هكا مجموع من التحت. شوفو تا هادي واعرة، شوفو لابوط عرفتي كيحمق واعر، عجبني عجبني خطير. ومع ما جاي حتى من هنايا عالي، يعني ما تحسيش اصلا الطالون صراحة ما عاليش بزاف، كي من هنا جاي عالي يعني ما تحسيش بالعلو ديالو. فن كيحمق. جبت هذا وتابوت واحد اخر عاوتاني يجي بحال هذا الشكل هذا، شوف هاتي فنين يا البنات، جوج بيهم الصراحه فنين. شفتوا الشكل الله يعطيها الخير، تقشرات واحد اخرين هادو ديرين هكا وهادو ديرين هكا. اي يدي انتما كاين هاد الكولون، هذا جاي كولون سامبل. اخر حاجه واحد الكسيوه تاهي فنه جبتها لي في الكحل كتحمق، شوف عرفتي فنه 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 يا البنات، لا الفصاله ديالها ولا الشكل ديالها كتحمق غزاله زوينه زوينه هكا، وجايه مجموعه هكا في الوسط وجايه طويله حتى لتحت. هانتوما عرفتي كتحمق زوينه زوينه عجباتني، مازال ما قيستها ما حتى حاجه، ولكن الشكل ديالها زوين ان شاء الله باذن الله حتى ان شاء الله نبقاو على خير وبخير في الصيف الوقيته ديالها وغادي نلبسها. الله يعطيها الخير والله يكبر بها، شكرا لها بزاف خصراحه، مكاش عليها تعد براسها وتجيب هذا الشيء كامل. والله راه مجيتها هي كلشي، مجيتها لعندي هي كلشي، سورتو جات فهاد الوقيته هذه ديال انا عاد مرونه وما مسالياش حتى هي مسكينه، جات الصراحه جبت شي حوايج شي ملابس داخليه البنات بلا ما نوريهم لكم، قلت لكم حتى هي منين جات والله الا جات بنتها مرضات لها والروينه وهذه ايوا راكم كتعرفوا الصفر مع الدراري راه الله يحسن العون. شتي هادي والله العظيم هكا كانت مع الشتا داك النهار درت لها هكا وحطيتها، دابا منين جبتها مطلوقه يا البنات شوف تبارك الله حريك كتحمق فنه عجباتني. ايوا لهلا خطيها ما نرد لها ان شاء الله في ساعه الخير هادشي اللي كاين. ايوا المهم الغزالات ديالي شنقول لكم سخون.
قمت به خليته في عنقي. والله الا زوين به كنخرج دابا، والله الا به كنخرج واخا عندي طاش ما ديال الشيلات عجبني معاه خفيف ولكن سخون سخون. دابا ان شاء الله باذن الله غادي نمشي نرتاح البنات واحد شويه، عاوتاني غدا يصبح ويفتح راه تصور. ومني كنفيق مع البنات ما كنرجعش يعني لا نتكا لا حتى شي حاجه، صافي على طاك. راه منين كنصيفطهم يعني ملي كنوض معاهم كنوجد لهم ماكله ديالهم كنصيفطهم، داك الساعات وحنايا راه عرفتي دو 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 بحال داك الصفاره ديال الكوكوط غير كندورو من هادي لهادي من هادي لهادي من هادي. هاد الصخره قابل فعل ترك جيب هادي يعني ما كنجلسوش. وشكرا بزاف لكاع المتتبعات ديالي اللي عرفوا البلاصه فين وجاو وسلموا عليا ولي جا وبارك لي لهلا خطاكم البنات غير اليوم عرفتي شحال من وحده. وسبحان الله العظيم ما عارفينش البلاصه زعما ماشي عارفين راه ديجا ما مقيلاش البلاصه. وداكشي حاجه وحده اللي اكتشفتها بعدا، وانا كنت قلت لكم ما غاديش نوريكم بلاصه داكشي حيت ما كاينش تما الكاميرا وداكشي، ولكن راه كاينه اختي انا يسحب لي راه ما كايناش. قلت زعما انا كنهضرت على راسي حتى نحل ان شاء الله وندير زعما قريب نكمل وداكشي وندير الكاميرا حيت بيان سور حتى التالي استغفر الله العظيم، لان مازال غادي يدوز الصباغه وداكشي باش ما يتكرفصليش. ايوا هي هذيك ساعه اكتشفت على اساس كاينه تما الكاميرا، وحتى واحد المحل قدامي عنده تما كاميرا وشاد السيكتور ديال السيكتور ديالنا كامل، وحتى الكونسييرج ديال العماره شد الكاميرا ديال داك البلاصه كامله. يعني قال لي غير كوني هانيه قبل ما تدخلي لا كاميرتك ولا والو، قال لي كوني هانيه من اي حاجه راه الكاميرات كاينين، وفي اي لحظه زعما بغيتي ترجعي ولا هذا الكاميرا مرحبا والف مرحبا. يعني الحمد لله. وحتى الكونسيرج كيف ما قلت لكم وقت ما كنمشيو الصراحه كنلقاوه تما منين كيصبح صبح حتى كنمشيو بحالتنا كنخليوه باقي تما، ومسكين كيتسخر لنا وتا هو كيعاوننا الله يجازيه بخير. صراحه وقفوا معايا تبارك الله ما شاء الله الناس ديال الخير وحق الله العظيم. ما عرفتش سبحان الله العظيم منين ربي كيسلطهم عليا، والحمد لله اللهم لك الحمد على هذه النعمه تبارك الله ما شاء الله. نمشي نقوس على راسي لا تبارك الله ما شاء الله المعلميه ديال اي حاجه حطيت عليها يدي تبارك الله ما شاء الله ربي كيسهل عليها حق الله العظيم الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوا يد الله تاويل ديال الخير. كيف ما قلت لكم كنصيفط البنات للمدرسه كنوض صافي كنخرج، يعني كنشوف شنو غادي ندير شنو غنقادد شنو غادي نجيب شنو غنسخر شنو وراق شنو هاديش من هاديش من هاديش. الحمد لله اللهم لك الحمد ساليت الامور ديالي كامله. دابا بقات لي غير نمشي ندخل المواكن ديال الموضو. دونك بالنسبه للمواكن ديال الموضو ما كاش خصهم، ما عنديش الحق انني ندخلهم حتى ناخذ الرخصه. فبالنسبه للرخصه ديال الاصلاح اللهم لك الحمد راها عندي، وحيت انا كنت مشيت سولت قبل ما تخرج لي الرخصه. دابا ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو باش ان شاء الله ندخل المكنه الكبيره، لان المكنه الكبيره هي اللي غتصلح المحل ديال التجاره سورتو اللي كيجبد الضو، لان المكنه الصغيره فيها يلا 6900 واط. وتصوروا مثلا غير ثلاثه ديال السيشوارات الا كانوا خدامين كل سيشوار في 2000 واط كتبقى 900 واط. شنو غادي دير لك يلا تكوني شاعله بها الضوا ولا البلاكا، سورتو بلاكا كتاخذ الضو داكشي. يعني خصني ضروري تكون مكنه اللي غتكون كبيره كتجبد. وفاش كنا سولنا على الثمن ديالها بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يعرفوا كنا لقيناها كدير مليون يعني 10000 درهم. اما بالنسبه للمكنه العاديه اللي كيدخلوها الديور ديال 380 العاديه يمكن هذيك لالا دايره 1400 درهم. وبالنسبه للمخلص هو اللي ما كنتش مشيت سولت عليه، لان صافي فاش سمعنا الخبر على الرخصه قلنا صافي بلا ما نمشيو للدار ديال الماء. لا كنا مشينا ولقينا داك الساعه دايرين اضراب سادين، ومن بعد قلنا غادي نمشيو ما نمشيو حتى قلنا ما عندنا علاش. دابا حنايا صافي عرفنا بان حتى تخرج الرخصه عاد نمشيو ندخلو كلشي في مره. دابا ملي خرجت الرخصه ان شاء الله نمشيو ان شاء الله ندخلو كلشي في مره ان شاء الله باذن الله. يعني هذه هي الحاجه الوحيده اللي بقيت خصني نمشي نطرق مسمارها ديال الوراق. اما الحمد لله كلشي بخير وعلى خير، وان شاء الله دابا خصنا كيف ما قلت لكم حتى في الفيديو ديال البارح ان شاء الله غير يدفيد ونتعاونوا باش هكا ان شاء الله داك الشيء يكمل باش ما ياخذش الوقت بزاف. راكم كتعرفوا عرفتي معلميه اليوم كانوا نورمالمون غادي غير يهرسوا داك الدروج اللي بقى لهم، وغادي يجمعوا داك الحجار وداك الشيء اللي طاح تما، وغيعيطوا الكاميون باش يجي يهز داك الروينه من تما يديه. وما كانوش غادي يصوبوا لا ضلاله حتى حاجه، بحيث حتى الماتيريال ديال الضاله ما كناش شاريينها السلعه. وفاش مشينا وجلسنا لهم تما قسما بالله مشي كملوا داكشي اللي خاصهم يكملوا، بقاو داك جوج درجات خلاهم ممثلين حيت صعابين في الدسوال.
ولكن داكشي كله اللي كان لداخل خرجوه، يعني داكشي كامل كامل ديال الحجار والزليج وداكشي كامهرس كلشي خرجوه والطاله صوبوها، مشينا جبنا السلعه يعني مع الميه خصك ضروري يسوق عليهم هادشي اللي كاين. ايوا المهم غزالات ديالي بلا ما نكتع عليكم بلا بلا، هنا وصلت الثاني ديال لا فيديو. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا بزاف على الكومونتيغات ديالكم، على الدعوات ديالكم، ولكم بالمثل لا خطيكم البنات، والله يسهل عليكم ويعطيكم كل خير كل خير كل خير. حتى نتوما شوفوا اللي غادي بنيتو والله عمر ربي يخيبو، هادشي اللي كاين ربي كبير 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 كبير، وربي ما كيضيع حتى شي حد والله. كاين ابتلاءات كاين مشاكل كاين بزاف الحاجات، ربي كيكون كيختبر لك غير الصبر ديالك، وربي راه قال ان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر، كيأكد يعني كل ما كان العسر 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 كاين اليسر من بعد. تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. السلام عليكم.